رمضان يا رمضان يا رمضان، شهر الكتاب تلاوة وقيام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم في قناتكم ريجيم بدون تكاليف، ريجيم بدون حرمان مع مريومة. نتمنى فيديو اليوم يلقاكم بخير وصحة وعافية، وإذا كان أول مرة شفتوا فيديوهات مريومة نتمنى أنكم تزيدوا تشوفوا أخرين باش تتأكدوا وتفهموا باللي الطريقة الصحيحة لفقدان الوزن هي التنظيم الغذائي، وأن كل حرمان وكل قساوة على الجسم تنقلب على الجسم ديالنا يوما ما. اليوم راح نهضر لكم على تحدي شهر شعبان ان شاء الله، وندخل معه مباشرة تحدي رمضان. يعني تحدي هذه المرة مباشرة في شهرين، على خطر اغلبية الناس يصوموا في شهر شعبان، وبالتالي نقدروا نعتبروا شعبان تحضير لشهر رمضان المبارك. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. لكن فقط كاين حاجة حبيت نقولها لكم قبل ما نبدأ التحدي. إخواني أخواتي، يؤسفني نقول لكم باللي هذا آخر تحدي نحطه في القناة. القناة من نهار بديتها في الأول كنت كل أسبوع نحط تحدي، في عام 2020 راني حاطة حوالي 20 تحدي. زعما في العام هدايا قلت نولي نحط تحديات شهرية، لكن للأسف بسبب ظروفي الصحية حسيت باللي راني نفرصي على روحي من هذه الناحية. كما هذا تحدي البنات تاع شعبان، لو كان ماشي وعدتكم من قبل باللي نديروا تحدي شعبان وتحدي رمضان، لو كان ما رانيش نسجل فيه يعني دركا. فقط كي تفكرت باللي وعدتكم ووعد الحر دين عليه، قلت نكمل لهم تحدي شعبان تحدي رمضان مع بعضهم، من بعد كل واحد يكمل ريجيمته بالتحديات القديمة. راهي الله يبارك التحديات القديمة تكفي وتوفي، وبزاف ناس اللي بداوا بهذوك التحديات وما لحقوش ميم با يكملوهم. يا ربي التحدي الاول والثاني وبداوا شوية الثالث وسي بون، يقول لك خلاص راني فهمت الجسم التاعي. إذا كنت أول مرة تشوفي القناة، تحدي الأول تحدي الكميات والنوعيات، تحدي الثاني تحدي العشاء الثقيل، ولا هذا الأول وهذا الثاني نسيت ترتيب تاعهم. من بعد عندنا الصيام العكسي، بصح في الصيام العكسي اللي هو التحدي الثالث كاين عدة فيديوهات، على خطر كاين شوية بعض التناقضات وكل واحد كيفاش يقول. إذا حبيتي تفهمي تحدي الصيام العكسي بطريقتي، راني حطيت عدة نماذج، هذوك وحدهم يكفيوك أنك تبداي تفقدي الوزن. من بعد لما تطيحي مثلا في فترة ثبات وزن، كاين تحديات واحدة أخرى كما تحدي رقم 9، كاين تحدي رقم 19 مثلا، وتحدي الأرز، وكاين تحدي سالي فؤاد، هذوك لكسر الثبات. من بعد تعاودي تولي للتنظيم الغذائي تاعك، يعني باش تبقاي تحوسي كل أسبوع لتحدي جديد والتحديات القدم واش نديرو بهم. وحتى بالنسبة للمبتدئين، إذا ما عجبوكش تحديات هذوك الأول والثاني، تقدري تبداي بتحدي رقم 11 اللي هو تحدي السيالة الحمراء، وكذلك تحدي شهر فيبري اللي يفهمك طبيعة جسمك، ومنه تولي تقدري ديري ريجيم تاعك لنفسك بلا ما تحتاجي إلى آراء الآخرين. سمحوا لي طولت عليكم، لكن هذا باش تفهموا باللي التحديات القدم يكفيكم باش تبداو باش تكملوا باش تكسروا الثبات وباش ديروا التثبيت وكل شيء. منا والفوق القناه ما يراحش يكون فيها تحديات، غير اذا كان بالك مين ذاك هكايا نحب ندير هذيك الهفه تاع هيا نتحداو بعضنا لمده اسبوع ولا. بصح ما حبيتش كيفاش يقولوا نلزم نفسي بتحديات أسبوعية ولا تحديات شهرية، ونهار ما نقدرش ندير لكم تولي بحاصلين. يعني فيها تحدي اللهم بارك، ما فيهاش من وحدك وحدك من التحديات القدم راكي تعلمتي. نروحوا دركا لشهر شعبان، بما انه كما قلنا فيه بزاف الصيام، كاين الناس اللي يحبوا يصوموا كامل الفتره الاولى، كاين يصوموا نهار بنهار، كل واحد كيفاش. لاحظت انه العام اللي فات واللي قبلوا لما نحط تحديات في شعبان الناس ما يتبعوش عليهم، الاغلبيه يقول لك رانا صايمين عليها، اللي راح نلصقوا مباشره مع رمضان. راح تقولي لي بصح انا ما نصومش، معليش حبيبتي انا ثاني ما نصومش، كل واحد وظروفه الصحيه، كل واحد وظروفه العائليه، كل واحد وظروفه العمليه، كذلك الخدامين ما نقدروش يعني نحتموا على الناس ونقول لهم كاع صوموا، حتى ربي سبحانه وما قال لناش لازم كاع تصوموا. رمضان اللي كاع نصوموا هكاك، ورمضان وفيه الرخص للناس يعني اللي عندهم اسبابهم باش ما يصوموش. على هذيك اللي اذا كنتي صايمه طبقي التحدي كي شغل راكي في رمضان، واذا ما كنتيش صايمه طبقي التحدي كي شغل راكي في رمضان. ما فهمتيش؟
سهله. بما انه راهو جاينا شهر ونصومو ورايحين نقلبوا النظام تاعنا و نصومو في النهار اوبليجي وناكلو في الليل، اي في شعبان اللي نولفوا للجسم تاعنا هذيك الطريقه، نقلبوا له السيستم للجسم تاعنا قبل رمضان باش في رمضان ما يتخلعش. وحتى انه باش نحطوا ريجيم خاص برمضان هذا الشيء مستحيل، راني نشوف فيه منه من وماشي غير العام هذايا على طول نشوف ريجيم رمضان ريجيم العيد، بصح جيبوا لي واحد طبقوا حرفيا كيما عطاوه له ورقه وستيلو، اليوم الاول تاكل كذا، اليوم الثاني تاكل كذا، تتسحر كذا، تتغدى كذا، تفطر كذا، مستحيل. على خطر كل واحد وطيابه، كل واحد والثلاجه ديالو، كل واحد وطبيعه الناس اللي عايش معاهم. صافي مستحيل انه نحطوا ريجيم ونتحدى كما قلت لكم اي واحد يحط ريجيم ويتبعوه الناس، يحط ريجيم يربح المشاهدات اوكي، بصح اسكو صح يتبعوه؟ لا لا، وانا الهدف تاعي انه تتبعوا ماشي المشاهدات. ايه ماذا بيا المشاهدات، ما نكذبش عليها سيدي، رانا في العواشير، ماذا بيا المشاهدات، ونفرح كي نشوف الفيديو تاعي طلع بالمشاهدات، ونفرح كي نشوف الفيديو تاعي طلع باللايكات، بصح هذا هدف وداخل معاه هدف اخر، معليش النيه صافيه، انه الانسان صح يطبق ماشي يسمعوا فقط، صح يطبق. وباش صح تطبقي ما نقدرش نعطيك ريجيم خاص. ريجيمك في رمضان ولا في ايام الصيام تاع شعبان هو انه لما تكسري على جغمامه ولا جغمه حليب جغمه لبن على حساب عاداتك وتقاليدك كيما موالفه على حساب الاسره ديالك، من بعد تتلاعبي بالطبق ديالك. اذا قدرتي ديري شوربه صحيه كولي بول من الشوربه الصحيه باش تشبعي روحك، وزيدي نصف من الطبق الجانبي خاصه اذا كان فيه شويه اللوش كما نقولوا صحي ما هو صحي. واذا كان كاع طيابك صحي كولي باعتدال وهني روحك، ما تاكلي حتى تتخمي، ما تخلي روحك جيعانه على خاطر رايحه تصومي شهر. اذا كان الشوربه تاعك غير صحيه كولي منها غير مغرفات فقط، واغتنمي فرصة الطبق الثاني إذا كان هو صحي كولي منه، وإذا كان الطبق الثاني ما هوش صحي والشربة ما هيش صحية دوقي شوية من هذا دوقي شوية من هذا، وكملي الشبعة تاعك بسلطة. اللي يحب الشباح ما يقول أحبيتي تشياني في رمضان شقاي شوية. إذا قدرتي طيبي صحي اللهم بارك، إذا غلبوك العائلة وما قدرتيش طيبي صحي طيبي حاجة لروحك في رمضان، على خاطر رمضان يلعب دور كبير. الماكلة تاع الليل راهي تسمن، يعني تقريبا كل الناس الماكلة تاع رمضان في الليل تسمنهم، بالصح أنت لازم تشقاي على جسمك، ماشي على بالك باللي جسمك يسمن في رمضان وتزيدي تضربي النحل بورك، ماشي شرط تاكليه كل يوم، حتى ويكون في الفرن تقولي لي صحي في الفرن، بصح سعرات حرارية. ماشي شرط تاكليه كل يوم ما راحش تخلص عليك الدنيا. اذا كان مثلا الطبق الثاني فيه بزاف صوص ما تاكليش الشربه هذاك النهار. هذا واش نقدر نقولكم انا على تحدي الصيام سواء في شعبان سواء في رمضان. السحور ما تخمميش خلاص، السحور واش عندك كولي منه، ماذا بيك اذا حاجه صحيه على خاطر تحكم لك الجوع، بصح ما عندكش خلاص ولا حبيتي تشهيتي كمام انت يا نفس عندك الحق تشهي الحاجه اللي تشهيتيها كوليها في السحور، تسحري بها وما تخمميش كاع وما تقوليش كاع تأني بالضمير. واش تسحرتي مهما كان رايحة تحرقيه في النهار، تحرقيه أكيد. وإذا حسيتي روحك باللي هذاك النهار ما درتيش النشاط اللي يلحق يحرق لك هذاك السحور، حاولي حوالي ساعة قبل الإفطار ديري رياضة، نص ساعة رياضة، من بعد نص ساعة الجسم تاعك يستعفى فيها، قيس ما تكملي تحطي طابلة وتفطري هذاك الفطور ديالك، حاولي أنك ديري التوازن ما بين السحور والفطور. شفتي بلي كاينه حاجه في السهره وبزاف مشهياتك ولا عندكم لمه عائليه معروضين ولا، نقصي في الفطور، في الفطور حاولي انك تكسري فقط باش مهما يكون ما تتعدايش السعرات الحراريه تاعك. يعني ريجيم الصيام هو توازن فقط، كولي باعتدال، طبقي الصيام كما قال لك ربي، راكي تصومي ياك ربي سبحانه، هو قال لك بلي كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كولي قيس ما يحتاج الجسم تاعك. هذاك الزياده كامل ماشي غير صحتك اللي خسرتيها، حتى صيامك لله في سبيل الله خسرتيه على خاطر ماشي هكذاك قال لك ربي. صافي انا هنا ما رانيش للافتاء ولا، حبيتي الصيام تاعك يكون صحيح طبقيه صحيح، عندك افطار تاعك يكون متوازن حاجه اللي تشبعي ما تخليش روحك جيعانه، السحور تاعك تسحريه بركه وقوه للجسم تاعك والباقي على ربي. قدرتي ديري سبور في اخر فتره حوالي ساعه قبل الافطار كما قلنا اللهم بارك، اذا ما قدرتيش اكتفي فقط بهذاك الشغل تاعك والجريات نتاعك مور ذراري نهار كامل.
الايام الاخرى في شعبان اذا ما راكيش صايمه، عاملي الجسم تاعك كي شغل راكي صايمه باش ما تخلخليلوش توازن. حتى وما راحش تصومي كاع في شعبان، والو ولا نهار ما راحش تصومي، بصح انت بداي الجسم تاعك تولفي له هذاك السيستم تاع انه راح ياكل في الليل. حاولي انك في شعبان صباح تستقهواي، من بعد نهار كامل ما تاكليش، حتى للمغرب كولي وجبه واحده. في شعبان ديري نظام الوجبه الواحده اللي تكون عند المغرب، يعني كي شغل راكي صايمه ما تقولي ليش ما نقدرش. كيفاش ما تقدريش؟ ما راحش تصوميش رمضان اذا ما قدرتيش، وانتي على بالك باللي لو كان تفشلي ولا لو كان تجوعي عندك الحق تاكلي حاجه، عندك الحق تشربي الماء. الماء مثلا شربوا نورمال في شعبان، عندك هكا حاجه فاكهه خفيفه معليش. بصح راني نقول لك باللي حاولي الاكل الحقيقي ما تاكليش في النهار باش الجسم تاعك يتعود، وفي رمضان ما يزيدلكش في الوزن. مي كيما قلت لك في رمضان رايحه تصومي، يعني اذا قلتي لي ما نقدرش لتحدي شعبان معناتها ما رايحاش تصومي رمضان ولا كيفاش؟ ما على باليش، جاب لي ربي، راني شويه قاسيه معكم في الكلام، سمحوا لي البنات. المهم انه هذا واش حبيت نقول لكم انا على شعبان. شعبان حاولي انك تعاملي الجسم تاعك كشغل صايمه، اذا صايمه افطري باعتدال وهني راسك، طرف كسره اذا كليتيه في الفطور ما راح يخلى عليك الدنيا، وديما تفكري مبدا المقارنه، قولي كيفاش كنت وكيفاش وليت. كيفاش كنت ناكل رمضان اللي فات وكيفاش العام هذا؟ عندي الفكره في راسي باللي ما نكثرش، ماشي لدرجه انك تحرمي نفسك من طرف بيتزا اذا كان درتيه للافطار على خاطر فيه عجين والعجين يدير ثبات الوزن وطاطاطا وطاطاطي. نحي كامل هذه الافكار من راسك خاصه في رمضان. هذاك في الايام العاديه ريجيم الارز قلت لكم في رمضان، يعني بلا رمضان قلت لكم ما ديروهش الناس الصايمين، ما تاكليش كميه كبيره تاع الرز في الافطار. بصح علاش؟ على خاطر من غدوه هذاك قادره تاكلي. بصح رمضان راهو شهر كامل، علاش تحرمي روحك اليوم من طرف تاع الخبز وغدوه من طرف تاع البيتزا وغدوه؟ ما تحرميش روحك. وشنو هو؟ تفكري ديما كيفاش كنتي تاكلي وكيفاش راكي تاكلي. واش نقول لك اللي حبش بح ما يقول اح نهدرها ونعاودها ونعاودها. حبيتي تشياني شقايع الجسم تاعك، ما تحرميهش لدرجه وين تقتليه بالشر، ما تعطيله الحريه تاع كل شيء وتقولي ياك ماشي حرمان. توازن شويه هكا وشويه هكا تلقاي روحك جاز رمضان وانتي مهنيه. عندك من الفتره المسائيه من المغرب حتى للسحور واش قدرتي تشربي ما باش تعوضي السوائل تاع النهار، اشربي بالصحه ولهنا عليك. وكيما الفاكهه مثلا في الليل ماهيش ممنوعه في رمضان، في الايام العاديه نقدروا نتجنبوها نخلوها لغدوه ذاك ناكلوها في النهار، بصح في رمضان نصبر شهر كومبلي باش ناكل حبات شينه. علاش؟ خاصة الناس اللي في السحور ما يقدروش ياكلوا الفاكهة، كوليها في الإفطار تاعك وما تخافيش، اعتمدي عليها كتحلية. التحليات حبيباتي، إذا راكي حابة تشياني بعدي لي على المعسلات تاع رمضان، بعدي عليهم. تشهيتيها بزاف خليها للسحور. بصح إذا كان حبيتي ديري تحلية صحية كيما الفلو اللي يكون خفيف من ناحية السكر، معليش إذا كليتيه في الليل، وما تنسايش باللي وقت الرقاد يلعب دور كبير. اللي مباشرة تصلي العشاء وتعطيها برقدة ماشي كيما اللي دير قيام الليل. قد ما كانت الفترة تاع يعني السهرة تاعك طويلة قد ما رايحة تحرقي أكثر من هذاك العشاء، يعني رايحة تعطي فرصة للجسم تاعك أكثر أنك تاكلي باعتدال بلا ما تخافي. وهذوك الناس اللي يقول لك حنا نكسروا برك بصح بعد التراويح وباش ناكلوا، واش نقول لك؟ هذيك طريقة خاطئة. هذيك معناتها بعد التراويح وباش تتعشى وتروحوا ديريكت ترقدوا، بالنسبه للريجيم ما تصلحش. هادوك واش نقول لك حبيبتي؟ عندك اما تبعيهم ولا تبعيني. ما نقدرش نوعدك باللي تاكلي بعد العشاء وتشياني صافي، اما انت اللي تبدلي العقليه خليهم هما ياكلوا كما حبوا، بصح انت يا افطارك كليه قبلهم. واذا رايحه ديري لي هذيك القعده معاهم كشغل هي خيط الروح، خلي ما لحتى من رمضان وبداي الريجيم تاعك. ما نقدرش نوعدك انك تفقدي وزن في نفس الوقت ما تبدلي حتى حاجه من عاداتك. ان شاء الله يكون هذا الفيديو ما كانش ثقيل عليكم، راني نشوف شويه طويل بصح معليش، بما انه التحدي الاخير معليش انا فرغنا قلوبنا. بالتوفيق للجميع وغدا يوم افضل ان شاء الله.